نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من رسالتكم اليوميه رساله الهيئه. احنا اليوم متواجدين في بيان وصل التزلج وتحديدا تعليم التزلج. خلكم معنا بعد الفاصل شوف معاكم احداث وتفاصيل هذه الفعاليه. تتواصل فعاليات صيفكم بارد والتي تقيمها الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع. وعلى صالة الألعاب الشتوية الجديدة في منطقة بيان استمرت التدريبات تحت إشراف مدربين متخصصين لتعليم المبتدئين على أساسيات هذه الرياضة، حيث خصص اليوم لفئة الصغار من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. ومن أهداف تدريبات اليوم تجميع الآلة في مكان واحد وتجهيز لاعبين للمستقبل في لعبة التزلج. فمن مراحل تطوير اللعبة الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة التي تحتاج إلى تعلم أساسيات اللعبة بالشكل الصحيح للمشاركة في البطولات الرسمية القادمة. فعالية تدريب التزلج هي من فعاليات مهرجان صيفكم بارد. طبعا اليوم احنا مخصصين فئه الاطفال مع مجلس الوزراء وغرات مجلس الوزراء بافتتاح الانشطه للاطفال. خصصنا اليوم 5/9 الفعاليه لتدريب الاطفال على التزلج، والاسابيع القادمه راح نبلش مع الشباب والبنات والاطفال والعوائل كمسابقات ترفيهية للفئات اللي ذكرتها كلها. بالنسبه للاعداد راح عندنا فترتين، كل فتره ساعه و50 دقيقه، الفترة الأولى 250، الفترة الثانية 250، يعني العدد ككل 500. وأعلى رقم سجلناه من التدريبات اللي طافت 800 شخص على فترتين. ويعني الهدف من مهرجان صيفكم بارد هي إشغال أوقات فراغ الشباب والبنات والأطفال بعد. طبعا التسجيل صار من عن طريق موقع الهيئة والإنستغرام الهيئة، وأيضا التسجيل صار من نادي الألعاب الشتوية، هي عن طريق موقع الهيئة يعبون بياناتهم والأرقام التليفونات ونتواصل معاهم ونذكرهم بالمسجات. طبعا الشكر موصول لنادي الألعاب الشتوية على رأسهم رئيس النادي فهيد العجمي، ما قصر وفر لنا 10 مدربين، ويعني جميع الوسائل السلامة موجودة متوفرة بالصالة، والحمد لله لك الحمد، يعني ما في أي إصابات بالنسبة للمشاركين. إن شاء الله احنا يعني بعد مهرجان صيفكم بارد إن شاء الله في فكرة إن نقيم مهرجان للطفل، هذا أول مرة الهيئة تهتم بالأطفال وأنشطة الأطفال. وإن شاء الله يعني في المهرجانات الجاية يعني مخصصين لجميع الفئات العمرية بلا استثناء. في فعاليات عندنا ثانية، يعني احنا بمهرجان صيفكم بارد أقمنا مسابقات كرة القدم، التجديف، الدراجات الهوائية، ملاعب الصابون، يعني متعددة الفعاليات، واسمه تدريب الخيل وتدريب الرماية ما زالوا قائمين. وفي بعد يعني فعاليات قادمة مثل ما ذكرت لك مهرجان للطفل. شاكرين لتلفزيون الكويت، وأحب أشكر دكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة، والدكتور مشعل الهدبة وكيل قطاع الرياضة للجميع ومدير إدارة الفعاليات والشراكات الرياضية أستاذ حامد الهزيم. والشكر موصول إلى نادي الألعاب الشتوية على رأسهم فهيد العجمي، وشكرا لكم ونشكر تلجان الكويت. والله مسوي لهم يوم مفتوح يتزلجون فيه، يستانسون، يغيرون جو. هذا غير تدريب الأطفال اللي هم المنتخب، فخصصوا لهم يوم إنه يجون يتزلجون يستانسون وبس. والله أكون طبيعية جدا معهم، أونسهم، أحسسهم إن أنا ترى من عمركم، يعني جايين نستانس وكذي، يعني حتى ما أخلي حدود بيني وبينهم، يعني أتغشمر معهم، أونسهم، يعني أخليهم هم يحبوني مع التمرين، مع يعني التدريب، مع كل شيء. أنا عن نفسي أقول لهم ترى أنا كنت نفسكم، أنا لازم أطيح عشان أتعلم، وهو الصج ترى إذا طحت هو تتعلم من الطيحة. فأقول لهم إن تعالوا ونزلوا وجربوا، وأنا يوم كنت كبركم أطيح أقوم،
فهم يعني يتحمسون ويدشون يتزلجون معي. لا هم طبعا الصغار يلبسون هلمت، الهلمت لو يطيح ما يطيق راسه يحميه، اللي ماسكها الدولفين عنده جلوفز، فهذه الاشياء كلها تساعدنا لما يتزلج وطاح ما 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 يحوص اصابات. لا لا مستمتعين ومستانسين ومونسينهم، واي احد يعني يبي شيء يروح حق المدربين على طول، من 6 إلى 8 مدربين. اي نعم في بعض اللاعبين الصغار اللي تشوف عنده كنترول او انه متحكم بسكيته وكذي ينضم حق الفريق اللي فوقه، نعطي نسلمه لبس يدش يتزلج مع المنتخب، وبس نعلمه على الكنترول اللي مع الستيكة وكذي وبس يعني ينطلق. اي نعم الاولياء الامور مستمتعينها من اليوم. الله يعافيك، جزاك الله خير. إيه لأن أول شيء كانوا كمية كبيرة، خذوا المدربين ما قصروا، خذوا كل لاعب مع بعض خطوة على خطوة، كسروا حاجز الخوف حقهم، قطوا الدلافين وقاموا يبدعون يا هال. أي والله عدد كبير، بس مثل ما تقول فيهم كبت بعد كورونا، فالإقبال جاي كبير، الكل حاب يعني يجرب نشاط جديد شيء جديد، وكلهم جربوا. شوف لعبة الهوكي هي يعني تندرج من الطفولية، فمن تشوفه أول يومين أول دورتين ثلاثة يبلش، بعدها سبحان الله يمشي كنا لما تقول ياهل توه مخطي، فبسرعة على طول راح يتعلم الأطفال غير عن الكبار. عندنا لعبة الهوكي الجليد، فريق البنات والشباب، وفي الناشئين والأطفال المدرسة، وتي حق السبيد هم شباب وفي بنات، وعندك الفيجر حق فريق البنات، وعندك الكيرلينج، يعني ضمن كل العاب الشتوية. والله كل لعبة لها معجبينها، ما في لعبة أقول لك لها إقبال ما لها إقبال، كل واحدة لها معجبينها، كل واحد ميولة. لا لعبة الهوكي الجليد هي تنقسم قلت لك بنات وشباب، في منها هي تكون مجموعة طبعا ما في جروب إلا جروب، أما الألعاب الفردية اللي هي ألعاب الكيرلينج السبيد الفيجر هذول ألعاب فردية، كأن مثل ما تقولي أنت الجري شلون لعبة فردية، البولينج لعبة فردية، هذا الكيرلينج اللي هي الجلة اللي تقطها هذا اللي هي الكيرلينج. إن شاء الله إن شاء الله، وأنتم مشكورين على لقائكم وجهودكم، والهيئة مشكورة والنادي العاب الشتوية ما قصرته. السلام عليكم، معكم زهراء الهندال لاعبة المنتخب الكويت لهوكي سيدات ومدربة في يوم رياضة الجميع. يوم رياضة الجميع هو يوم تعاوني بين نادي الألعاب الشتوية وهيئة الشباب والرياضة عشان نعلم كل اللي حابين انهم يجربون اللعبة يحاولون شلون يتزلجون، فوالله كانت تجربة حيل ممتعة وايد استانسنا. النادي كلفنا كلاعبين في المنتخب ان ندربهم، كاحنا اللي صار لنا 4 سنين نلعب الرياضة فعارفين شلون نتزلج، عارفين شلون يعني نلعبها عدل، فلازم ننقل خبرتنا للناس الثانيين للأطفال. اليوم حيل استانسنا معاهم، يعطيكم العافية. بعد ما شفنا معكم أعزائي المشاهدين أحداث حلقتنا لهذا اليوم وصلنا معكم إلى الختام، شوفكم باكر في حلقة جديدة، مع السلامة.